للديربي. تعود الكرة باسكال للبحث عن المرور، تبريد جهة اليسرى، فرصة لصالح الوداد البيضاوي، كرة عالية، محاولة راسية هنا بدودان، والهدف الأول لصالح الوداد، الهدف الأول لصالح الودادية. الأحمر يا ولع نار، يشعلها نار الودادي في هذا الأثناء. جويعة مرة أخرى يصنع الفرحة الودادية كما صنع أمام الصفاقسي، لم يتأخر وهو يسجل أولى الأهداف في الدقيقة الرابعة. يتنفس بدو الزاكي في هذا الأثناء، شوف الإعادة، شوف الكرة على الطريقة الإجليزية، تمريرة عرضية، وهنا الهدف الأول، الهدف الأول لصالح الوداد. تفوق الودادية ابناء بدو الزاكي في هذا الأثناء. إذا انطلقت وتولعت منذ الدقيقة الرابعة لأبناء الوداد. الوداد هو المشحون بالحماس بعد التأهل للنهاية، يصنع في أولى الدقائق أولى. جاج ريندو يبعث على المرور، فرصة لصالح الوداد البيضاوي، عملية التسديد وبين يديه، ويطمع إلى الفوز باللقب. سقاط هناك بدودان، كرة خطيرة كانت هذه المحاولة. رفيق يسدد كرة من الجهة اليسرى، يبعث على المرور، تمريرة، فرصة لصالح الرجاء، اتجاه المؤمن، تحضير، فرصة للتسديد.